هذا سائر يقول: ما الرد على من يقلل من شأن تعلم العقيدة والتوحيد؟ يقول: ما الرد على من يقلل من شأن تعلم العقيدة والتوحيد؟ هذا يقلل من دعوة الرسل. الرسل أول ما بدأوا بالعقيدة، كل رسول أول ما يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهل تقلل من دعوة الرسل؟ هذه دعوة الرسل، من تقلل دعوة الرسل كفر والعياذ بالله. نعم.